فهذه التحليلات الشخصية تدخل من ضمن الكهانة والدجل، وقد مر معنا ما جاء في مسند الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر العيافة ذكر الطرق وهو الخط في الأرض، وقال إنه من الجبت، يعني من السحر ومن الكهانة. والأحاديث في ذم الكهان كثير بقطع النظر عن التسمية، فأخشى أن الكهانة أتت في هذا العصر بثوب جديد تجمل وتزين بقول التحليلات الشخصية. ولذا حتى تعرفوا وهي قاعدة، هذا التوقيع الذي يوقعه الإنسان فيعرف من خلاله شخصية هذا الرجل، أو من خلال اختياره لصور، أو من خلال مشيته أو نظراته، هذه جعلها سببا في معرفة شخصية فلان، وهذا أشبه ما يكون بالكهانة وبالدجل. بقطع النظر عن هذه التحليلات وصورها لأنها قد تشكل، ربما أنهم يحكمون عليك بالتوقيع، أو يحكمون عليك بالمشي، أو يحكمون عليك باختيار بعض الأعداد، ولعلي تذكرت ذلك، قالوا هذه الأرقام أمامك اختر أي رقم وأنا أعرف شخصيتك، فهذا لا شك أنه من الدجل ومن الكهانة. وإن كان المقصود التسلية، بعض الناس يقول أتسلى، فإنه آثم، لأن مثل ما يجرح التوحيد لا يجوز أن يتسلى به لترويج وتسويق المخالفات في العقيدة. فإذا كان الشرع كما جاء في حديث جابر عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، هو ما شرب ومع ذلك جلس، فشابههم من حيث الصورة، فكيف بمن يشابه هؤلاء الكهان في أفعالهم؟ فلا يجوز لا تسلية ولا غير ذلك. ولا تقاس، لأني سمعت كلام للأسف بعض المنتسبين للعلم يقول مثل القافة، القافة هم قوم يعرفون الأنساب عن طريق الشبه، فيقولون أشباه هذا الرجل تشبه هذا الرجل، فإذا لم يعلم نسب شخص فيما مضى يستدلون بأقدام هذا وأقدام هذا على أن هذا ولد لهذا، كما حصل لأسامة بن زيد مع أبيه زيد بن حارثة، فهذا ليس بدليل على جواز هذه التحليلات الشخصية. لما؟ أولا لأن الشرع أجازها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء موجودون، جاء النص الشرعي انتهى، ليس لنا حق. ثم إن القافة لا تشبه هذه بأي وجه من الوجوه، القافة عندهم ماذا؟ عندهم النظر للأشباه فقط، إما تشابه الأقدام أو تشابه الوجوه أو ما حولها بالنظر، فليست من الكهانة في شيء. ثم أيضا لم يعمموها، فقط القافة في ماذا؟ في إلحاق نسب فلان إلى فلان عن طريق الشبه فقط، ما هو والله قضية والله أن التوقيع هذا أو الحركة هذه أو المشي هذه من أن تدل على أنك عصبي أو أنك ستكون سعيدا أو لك من الصفات كذا أو كذا. فليحذر المسلم، يقولون هي قواعد، قواعد ما أتى بها الشرع، ليست أسبابا أثبتها الشرع ولا أثبتها الحس والواقع. لما؟ لأن لا يمكن أن تصدق 100%، إنما هي تخيلات وبناء أحكام، وأيضا فتح لباب الشركيات والسحرة والكهانة. ولربما أخشى، لأننا وللأسف نتلقى، وحتى طالب العلم يجب عليه قبل أن يحكم على شيء ولا سيما بالقنوات لما يسأل، لست بملزم أن تتحدث وأن تجيب، قل لا أدري، لا تلت ولا تعجل وتقول كذا وتلف، والناس لما يكثر فعلهم لهذا الشيء أحاول أنني أبرر أو أفتح لهم بابا أو مسوغا. لا، كثرة فعل الناس، الناس الآن يفعلون كل شيء وبكثرة، هذا ليس بمبرر، بالتالي فإنه يمكن أن تكون هذه يمكن طقوسات أو أشياء دينية للوثنيين في كتبهم أو ما شابه ذلك، هذا ليس مستبعد. لما؟ لأنه كما مر معنا كما قال جابر في كل حي من أحياء العرب كاهن، لما؟ لأنهم وثنيون. ومما يؤكد التحريم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في أبجد هوز من أن من يفعل ذلك ليس له خلاق، مما يدل على وهي حروف فقط، وهي حروف فقط، ومع ذلك انظر إلى ماذا قال. ومر معنا كلام ابن حجر رحمه الله من أن من أنواع الكهانة تخيلات، ثم أيضا سد الباب
يعني كم مر معنا من باب وسيمر معنا أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسد كل باب يفضي إلى الشرك. أيضا من يصدق هؤلاء يخشى عليه ما جاء في الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له. ويخشى عليه ما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، لأنه ربما لما تذكر له هذه الأشياء يتعلق قلبه بهذا الشخص، وإذا به في كل حين من أحيانه يقول: يا فلان حل شخصيتي، حل شخصية ولدي أو ابنتي، فأين التوكل على الله وأين الاعتماد على الله.